Alt hat je like. Like, share, subscribe. Hat je like. العيال دي بلاش تنفذوها. عيال تقرقش الزلط. عيال كيوت قوي. عيونهم بتبص براءة. براءة. طلباتهم بسيطة قوي. فما تنفذيهمش. دي حصالة على شكل بقرة. المفروض بعد ما خلاص بتحوشي فيها الفلوس عايزة تفتحيها تقطعي رقبتها بالسكينة. حتي لاي خدي بقى يا مامتي الحصالة افتحيها لي. ولا بلاش ده تاخدي الفلوس اللي فيها. يا سلام غالي والطلب رخيص. هاتي الحصالة يا حبيبتي. لا ده هنام واحنا بنفتحها خلاص. هاتي الحصالة. نمت خلاص. بقولك هاتي الحصالة. نمت نمت. بقولك نمت. هاتي الحصالة يا لوكا. نايمة نايمة ومش هصحى. هاتي الحصالة أحسن لك. على دماغك يا كلبة بلدي. ربع مليون جنيه، نص مليون جنيه، تلات أرباع مليون جنيه، مليون جنيه، هاتي كل حد من إخواتي 500 جنيه. نو أهوي بصوا بقى، انا لما جيت اشتريت البقره دي الراجل قال لي ان طريقه فتحها ان انت بتقطعي الرقبه، لكن قطعها بيكون صعب جدا بالسكينه، لكن ان انت تفتحي بطن البقره من تحت سهل جدا انك تفتحيها بالسكينه، لكن عشان تعرفي تطلعي الفلوس منها وتنزليها كويس افتحي فتحه كمان، وسهله جدا ان انت تفتحيها من تحت بالسكينه لان هما من تحت مرققينها عشان خاطر تفتحيها. هتتفتح معاكي بسهوله ومن غير ايدك ما توجعك نهائي. وكمان خلي بالك ان انت لو فكرتي ان انت تسخني السكينه انت ممكن تشيطي الفلوس من غير ما تاخدي بالك. الفلوس الورق طلعوا بعد العرض 191 جنيه. يا صايحة ما تمت خلاص، مش عايزة اكمل العرض. مش عايزة. هاتي ال 500 جنيه اللي وعدتينا بيها يا اختي لكل واحدة فينا. بقولك يا مامتي، خدي الفلوس كلها انت كمان، مش عارفة ازاي حقك عليا. هاتي ايدك ابص، الربع مليون قال، النص مليون قال، المليون قال. الناس مش عارفة دول تحويش كام سنة. يلا معد بقى عملاتي المعدنية. أنا كمامة اللوكا مضطرة أن أقول لكم أن اللوكا بقالها 3 سنين عمالة تحوش في الحصالة دي، وكانت عاملة لي إقناع أن هي محوشة فيها فلوس كتيرة جدا وأن هي تبهرني، وأنا فعلا كمامة اللوكا انبهرت جدا. صحاب اللوكا هينبهروا معانا، وكل الناس اللي تتفرج على اللوكا هينبهرهم برضو معانا. نتيجة 3 سنين، 3 سنين يا مفترية، ده طوب الأرض وعداء بوعايد كتير قوي حد يبهله من الحصالة دي. كملوا معانا الفيديو للآخر عشان تعرفوا اللوكا حوشت كام 1000 جنيه بعد 3 سنين. لو انتم لسه مكملين معانا الفيديو لحد دلوقتي ممكن تكتبوا في الكومنتات اللوكا حوشت كام في 3 سنين. ربع جنيه عشان اقفلهم. طلعوا كام يا لوكا؟ الفلوس المعدن طلعوا 195 جنيه 75 قرش. يعني مجموع الاتنين كام يا لوكا؟ المعدن والورق. كل الفلوس اول عن اخر 386 جنيه 75 قرش. تحويشة 3 سنين. انا اسفة يا جماعة، اسفة وبعتذر. حطوا لي ديسلايك، انا شايفة ان انتوا بتحطوا لي ديسلايك كلوكا، وحط المونتي لايك فاتق تاني. 386 جنيه 75 قرش يا لوكا؟ لا لا لا، أنا محتاجة توصفي لي شعورك.
استني تصوري بيهم عشان افكرك دايما. انتي كنتي بتحوشي 5 جنيه كل شهر ولا ايه؟